لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. الله يبارك فيكي، مبسوط طبعا جدا لانه بعد تعب سنه كامله، ثلاث اعمال بتكرم عليهم، وادي الجن الموسم الاول، هجمه مرتده، حكايه يوم من الايام، المسلسل ورا كل باب الموسم الاول، فالحمد لله لانه الشخصيات منهم حاجات كمان اتعرضت في نفس الوقت، ورا كل باب ووادي الجن، ده دور شاب ازهري كفيف، والدور الثاني ستاند اب كوميديان ساخر جدا، كوميدي جدا، اتعرضوا في نفس الوقت، الناس شافت الفرق وكان الفيدباك اللي جالي عليها وقتها ايه ده؟ كانت يعني بصي انا ورا كل باب كنت خايف منه جدا، لانه الدور ده نادرا ما بيتكتب في مرحله الشباب، دايما بتلاقي شخصيه الكفيف في الدراما المصريه ست كبيره راجل كبير، لكن شاب في مرحله، فازاي المعاناه اللي هو بيعانيها دي، ووقت التحضير ليها كان قليل قوي، فظروف التصوير كانت صعبه. نعم ربنا يخليك، شكرا. الموضوع كان مؤلم نفسيا، مش عايز اقول ان انا يعني، بس الموضوع كان صعب جدا حقيقي التحضير لي. نفس الكلام الناحيه الثانيه، وادي الجن ظروف بقى التصوير، احنا كنا بنصور في اماكن غابات وكهوف وصحراء وجبال وتحت الميه، ويعني احنا اتبهدلنا في وادي الجن ده، بس كنت حابب مساحه الكوميديا اللي فيه، مساحه الارتجال اللي اداها لي استاذ حسام الجوهري، ان انا ارتجل في واتعرض كمان منه اول حلقه في عرض خاص في مهرجان القاهره، فالحمد لله الفيدباك اللي جه عليه كان حلو جدا. بعد كده عرض هجمه مرتده، ان احنا صورنا وبعدين وقفنا سنه عشان الكورونا ورجعنا صورنا تاني، كانت صعبه، وشخصيه شاب الثوره دي بتبقى شخصيه حساسه قوي، ردود الفعل عليها بتتباين قوي، عينه بتروح، ومش كل الاعمال كمان في بتتناول ثوره 25 يناير، فكانت شخصيه عليها مسؤوليه كمان، فالحمد لله يعني، الحمد لله انا راضي بالشغل اللي عملته الحمد لله. رابع مره. تمام. طبعا احنا بحب السيما من ظهر الراجل، فوتوكوبي ريتسا وفريتسا، انا بقوم بدوره وهو شاب، فالتعامل اختلف، مش اختلف، هو مختلف من زمان يعني، هو اوريدي واخد الشكل، قصدي شكل العلاقه دي من زمان، بس عشان فريتسا احنا نعمل نفس الشخصيه، فاحنا في الكواليس في لوكيشنز كتير، احنا في نفس الوقت احنا الاثنين مع بعض، ف وده ما كانش موجود في من ظهر الراجل قوي او فوتوكوبي قوي، فالكواليس كانت حلوه قوي قوي، وهو ساعدني في الشغل على، طبعا احنا نفس الشخصيه، فساعدني في الشغل على الشخصيه، ساعدني في مشاهد معينه كمان، فالحمد لله يا رب الشغل يطلع حلو ان شاء الله. انا اصلا قعدت الفتره لما كنت يعني كنت ليا مش بشتغل فيها، وقفت فيها تماما دي، كنت بروح اتعامل معاه واخد رايه في حاجات واقعد معاه كتير، فطبعا من الناس اللي فادتني طبعا يعني، من الناس اللي باخد رايها في حاجات كتير قوي يعني. تمام. عشان انا يعني الحمد لله اهلي نفعوني، ان هم ما كانوش عايزين يشغلوني عشان اشتغل، ما دام الحاجه ما كانتش كمان، عشان بدات بحب السيما، ما دام الحاجه مش على نفس المستوى، وكانوا حابين قوي ان انا كنت بلعب رياضه وكويس جدا في دراستي، بعد كده لا لكن كنت كويس جدا في دراستي، فما كانوش حابين ان هم يهملوا ده خالص. لما دخلت جامعه، طيب انت حابب تكمل في ده ولا لا؟ بس فالحمد لله يعني انا بشكرهم، لو هم بيتفرجوا على اللقاء هنا بشكرهم حقيقه.